الرياضة في حياتي مهمة برشا. أنا فرحانة اللي هي دخلت في الثقافة اليومية متاعي، يعني في يعني عندي توا مع مين مارس رياضة البيليتس، ماش كان يعرفوها، لكن هي رياضة بين الجيمناستيك واليوغا، وعندها آلاتها الخاصة مسمى خصيصا للرياضة هذه. معناها بالحق يعني بدلت لي حياتي. لا أريد إزعاجك، أنا هنا لرعايتك. بالنسبة للنوادي اللي في تونس نجم نقولك بالوراثة. أنا عندي الوالد الله يرحمه كان يحب الترجي الرياضي التونسي، يعني العائلة الكل، خويا والعائلة الكل يشجعوا الترجي الرياضي التونسي. أنا وين كي نلقى الترجي الرياضي التونسي يلعب ننحاز له يعني بالوراثة كما قلت لك. يعني خاف على مصلحتك، شبيك في مالكش الناس قاعدين تحكي عليك؟ تخاف على مصلحتي؟ دخلت للملعب الرياضي مرة تاع الكرة، كان في افتتاح كأس إفريقيا اللي تعمل في تونس، يعني حضرت الكارنفال أكثر من المباراة. هذيك كانت المرة الوحيدة اللي مشيت فيها خالتي كانت كل شيء في حياتي، أمي، أختي، صحبتي. لطوم نيش مصدقة كيفاش ما عادش نحكي أنا وياك. بون أنا كي كنت صغيرة كنا نلعبوا معتها في الحومة، كنت نحاول ندخل مع الأولاد نلعب، يحطوني جول. لكن لو نكون هدافة خير، يعني خط هجوم. خلي المساء تخافش. لاعبي المفضل مارادونا بدون منازع، لأنه ماهوش لاعب كرة فقط، لكنه شخصية عظيمة في التاريخ. نفسخ كل شيء، نعود نول وجديد كل شيء. نتمنى نحضر مباراة بين مباراة تكون سلمية وودية بين زوز بلدان ممكن تكون بيناتهم حرب أو مشاكل كبيرة، والغاية والهدف من المباراة هذه يكون بالأساس بالأساس للسلام وإيقاف الحرب مثلا. أرى ما ترى. ماذا أرى؟ العرش. شكرا لكم على الحوار الرائع هذايا. تحية كبيرة لمصطفى الأغا والبرنامج صدى الملاعب ولكل جمهور اللي تابع في البرنامج. يعيشكم.